يصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فأز السراج ونائبيه فتح المجبري وأحمد معتيق ظهر اليوم إلى المغرب لاستكمال مشاورات تشكيل حكومة الوفاق. ووصل أمس الثلاثاء إلى المملكة المغربية نائبا رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني وموسى الكوني ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني أحمد حمزة، فيما يتوقع وصول نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كجمان ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والتشريع عمر الأسود ووزير الدولة لشؤون المجالس محمد العماري في وقت لاحق آخر هذا اليوم الأربعاء. للمزيد من التفاصيل زوروا الوسط.ly.